نوال فتح في حي سيف الدولة 25/8/2012. الجيش الحر يتصدى لكتاب الأسد في حي سيف الدولة. الله أكبر، الله أكبر، العزة لله. الله أكبر، الله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر، والله أكبر. الله أكبر. دروع الوطن تكبير. الله أكبر تكبير. الله أكبر. الجيش الحر في حي سيف الدولة لواء الفتح يدحر كتاب الأسد. الله أكبر. ويقوم بتدمير دبابة 72. الله أكبر. الله أكبر. وأسوأ هزيمة كتاب الأسد قاموا بحرق المنازل المدنيين. الله أكبر. قاموا بحرق المنازل الآمنة. الله أكبر. هذه السيارة قام بضرب قناص السائق مدرسة الشاب السائق، كان يقوم بنقل عائلة إلى خارج المنطقة. الله أكبر. قائد العملية الملازم أبو مجد. قائد العملية الملازم أبو مجد. أنا آسف أن استخدمت قاذف أرجية. وتم تدبير الدبابة بعون الله سبحانه وتعالى فضل جنود الأسد الشجعان.